لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. فريق الطنجاوي عليه أن يبذل مجهودا كبيرا في النصف الثاني من الموسم الكروي للنجاح في الحفاظ على البقاء، وأيضا الشباب المحمدية في الموسم الماضي نفس الشيء، كان قد جمع 17 نقطة بعد مرور 13 جولة. الشباب المحمدية في هذا الموسم نجح في حصد 15 نقطة، تراجع بفارق نقطتين. سنة يملك من التجربة ما يكفي لقيادة هذه المباراة بشكل ممتاز. ولات افتكاك الكرة، كرة طويلة في منطقة الجزاء، إمكانية التسجيل، إمكانية التسجيل وإمكانية الوصول للمرمى، لكن كان سفيان بالرح في الرواق الأيمن. هنا التمرير، هنا فرصة جديدة، إمكانية العرضية، لكن التدخل كان في الوقت المناسب. قميص هنا تنفذ الركنية، بعد ذلك العرضية، التدخل من الدفاع، إبعاد الكرة للركنية، ركنية جديدة لفائدة ولمصلحة نادي اتحاد طنجة، هي ثانية على فريق اتحاد طنجة بقيادة هلال الطير. هنا إمكانية التسديد، لكن الكرة تفتك وتبعد. اليوم اتحاد طنجة بقيادة هلال يعني ينفذ تماس، من جديد الكرة تعود في منطقة الجزاء، بعد ذلك العودة بضربة رأسية لسفيان برحو. العودة لسفيان برحو حارس المرمى. أي للطنجاويين، هنا محاولة العرضية، ضربة رأسية خارج الملعب، ركلة مرمى لنادي شباب المحمدية. في هذا الموسم هناك بالمحمدية ينتظرون الفوز وينتظرون النقاط الثلاث. حكم المباراة يعلن عن خطأ، كانت فرصة، حكم المباراة يعلن عن خطأ. رد، هنا التسديد، هنا التمرير، إمكانية الوصول، كانت العرضية وكانت فرصة وكانت محاولة لنادي شباب المحمد. خط دفاع وأضعف خط هجوم في البطولة الاحترافية لحد الآن في هذا الموسم. هذا ما سيسعى هلال الطير لإصلاحه. هنا بطاقة صفراء لزكريا كياني، العقوبة الانضباطية هي أول بطاقة يقوم حكم المباراة بتوجيهها لأخضر في هذه اللحظات. هنا التنفيذ، إمكانية الوصول، التسديد، الكرة اصطدمت بالقائم، كانت فرصة وكانت محاولة لنادي شباب المحمدية، تمر بسلام على الطنجاويين. كرة طويلة وفرصة، محاولة، إمكانية التقدم، زكريا كياني، لا وجود أي خطأ. حكم المباراة تحذير، سيسدد لكن يفضل التمرير، يصل الكرة لزكريا كياني، الكرة تصطدم بمدافع نادي شباب المحمدية الوسطي، خرجت ركنية، ركنية أخرى، كانت فرصة من كياني، كان يبحث نسيب من جديد، فرصة أخرى يبحث الفريق شباب المحمدية عن فرصة وعن محاولة، كانت تسديدة وصلت بأمان وبسلام. نادي شباب المحمدية الذي بدوره سيسعى للعودة اليوم بنقاط ثلاث لمدينة المحمدية. بدر الدين بن عاشور، فوزي عبد المطلب، إيصال الكرة لأعلى، محاولة لفائدة ولمصلحة الفريق الطنجاوي، لكن يصل في الوقت المناسب توفيق الصفصافي الذي يبعد الكرة للتماس بمبدأ الأمان. مروان الفلاح لاعب نادي شباب المحمدية، كانت مغادرة مروان، هنا فرصة، ضربة رأسية، جول، ضربة رأسية، جول، 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 جول في الدقيقة 30، ينجح شباب المحمدية في الوصول لمرمى بن عاشور، كانت فرصة وكانت محاولة، ينجح من خلالها عزيز النخلي في هز شباك نادي اتحاد طنجة، الهدف الأول في المباراة. التسديد من يوسف بن علي، يسدد يوسف بن علي الذي كان يسعى لاستغلال تقدم حارس المرمى سفيان برحو. من جانب الفريق الطنجاوي، الكرة تصل لسفيان برحو بدون أي خطأ. تماس المباراة، الكرة وصلت للهداف، وصلت للمليوي، حكم المباراة يعلن عن خطأ.
حكم المباراة يعلن عن خطأ لفائدة ولمصلحة نادي اتحاد طنجة. أسامة المليوي عرب فرصة جديدة محاولة جديدة للطنجاويين، لكن التدخل في الوقت المناسب كان من أنس ملهمي. يوسف ليكياني التوغل في منطقة الجزاء، بعد ذلك الكرة تعود من جديد يوبوشتا لعزيز النخلي، الكرة تغادر أرضية الملعب تماس. أيضا في هذه المباراة يوسف بن علي، فرصة وصلت لسفيان برحو في الوقت المناسب للفوز وتسجيل هدف آخر يقربه من الانتصار ويقربه من النقاط الثلاث. تسلل حكم المباراة النخلي، كرة طويلة، فرصة، حكم المباراة يعلن عن خطأ، حكم اللقاء يعلن عن خطأ بطاقة صفراء لأيوب الجرفي. الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل الضائع لهذا الشوط. سلامات، كان هناك اصطدام خطير في اللقطة الماضية. كرة لزكريا كياني، العرضية من زكريا، سفيان يتدخل، سفيان في الوقت المناسب من جديد. بوكسير العرضية من بوكسير للبطولة الاحترافية، الموسم الذي كان قد تألق فيه الفريق الطنجاوي، كان أيضا متواجد في نادي شباب نادي اتحاد طنجة. هنا فرصة للطنجاويين، فرصة، محاولة، لكن الكرة خارج الملعب، ركلت مرمى لسفيان برحو ولنادي شباب المحمد فريق الطنجاوي. هنا التسديد كانت تسديدة رائعة، وكانت تصدي أروع من الحارس المتألق سفيان برحو. الزريبي وسيبحث عن بقية اللاعبين، تنفذ الركنية لكن تمر بسلام. قد ينجح في التسجيل وقد ينجح في الوصول للشباك، ضربة رأسية من نعمان للشباك. برحو كانت فرصة وكانت محاولة للفريق الطنجاوي، ما زالت الفرصة متواصلة. فوق العارضة تسديدة نعمان، فوق العارضة تسديدة أعراب. هنا فرصة، محاولة لفائدة ولمصلحة نادي اتحاد طنجة. حكم المواجهة يعلن عن الركنية وبطاقة صفراء بطاقة بالنقاط الثلاث. هنا التمرير لحمزة الحسني، سيسدد الحسني، حارس المرمى سفيان كان متواجدا في إمكانية العرضية. حسن زريبي لنعمان عراب، نعمان عراب يسدد بالقدم اليمنى.